رفيق ناجي سلامة، إداري لجنة الشباب في مقاطعة الشهباء. طبعا الشيء اللي عم نمر فيه بهاي المرحلة هاي بعام 2022، يعني من بداية رأس السنة إلى لهالفترة هاي اللي عم نمر فيها بتاريخ 13/5/2022، نحن ما راح نقول والله اشتد القصف الطوراني العثماني على منطقة الشهباء. طبعا هو مستمر من احتلال عفرين، من احتلال عفرين لهاليوم. القصف ما تغير، بس كل ماله عم يزيد، لأن هاي سلسلة الهيمنة العثمانية أو سلسلة الطهران العثماني، يلي اليوم بأي مشروع عم بيقوم فيه لتهجير الشعوب، أي مشروع عم بيقوم فيه لقصف المناطق يلي فيها شوي من الأمان، يعني شوي من الأمان. ليش المنطقة اللي موجودة بمقاطعة الشهباء، المراحل اللي مرت عليها والأحداث في ظل الأزمة السورية اللي مرت عليها، ما لقت أمان طول ما لقت، في ظل وجود رفاقنا أهالينا بعفرين ناسحين ولاجئين هنا، عم يستهدف مناطق التواجد السكاني بكافة القذائف يوميا وبشكل مستمر. هو استمرار لفشله. تصعيد هالقصف هذا نربطها بأحداث اللي عم بتصير في جبال صغاروس، يعني المقاومة اللي عم بتصير في جبال صغاروس مقاومة يعني لا مثيل لها. يعني بكل فترة من الفترات القصف العثماني والهيمنة العثمانية، وقت اللي بيشتد قصفه يدل العدو انه يأكل اصابات ويتلقى مقاومة شرسة في جبال زغاروس، وبالتالي يستهدف المناطق الآمنة، يستهدف الشعب الآمن بالمنطقة اللي موجود، يعني شبه المنطقة الآمنة، يستهدف السكان العزل، المناطق اللي بيكون فيها موجودين سكان، موجودين شعب موجود يتطلع انه يكون مقاومة حرب الشعب الثورية مثل ما عم بتصير. هاي المقاومة هاي اللي اثبتت وتثبت كمان انه المقاومة هاي مستحيل تنكسر، مرتبطة مقاومة زغاروس، وهي مرتبطة ارتباط تام بصمود شعبنا اللي موجود هنا بشهبة، على مستوى الناسحين اللي موجودين، رفاقنا الناسحين الموجودين، اهالينا العفرين. لهيك التصعيد مستمر. يعني نحن اذا نقول راح نوجه نداء اممي او نداء عالمي او نداء انساني ذاتا، يعني كثير منظمات وجهنا له النداء، ونتمنى يعني هالمنظمات ما يسمى يعني انه هن حماه الانسان، انه هن حماه الانسان، او الراي العام العالمي يلي بكون رأي العالمي عم يحتكر، وعلى مرأة العالم كله عم يشوف الطوران العثماني أو الطغيان العثماني إيش عم يربط أحداث الموجودة في أوكرانيا، الأحداث اللي موجودة في جبال زغاروس، المقاومة الموجودة عم يربطها كله بمناطق شهبة، بمقاطعة شهبة واستمراره لهالقذف هاد. نتمنى يعني يكون في إدانة دولية لهالشيء ولوقف هذه الهجمات، يعني الهجمات اللا إنسانية، عن طريق وكلاء ومرتزقة سوريين. فاطمة محمد من نساء مقاطعة الشهباء. طبعا عم نشوف نحن القصف المستمر على مناطق الشهباء، يوميا تستهدف الدولة التركية المدنيين المتواجدين والقانطين في مقاطعة الشهباء، وطبعا لا ننسى أيضا الأهالي المتواجدين من المهاجرين من أو النازحين من قصرا من مقاطعة من عفرين، التي كانت أيضا بعد احتلال الدولة التركية لها هم اليوم قانطين في مقاطعة الشهباء. القصف مستمر يوميا عليهم، وطبعا راح خسائر بممتلكات المدنيين. هي لا تقصف النقاط ولا أي شيء آخر، وإنما هي تستهدف المدنيين الذين يريدون أن يعيشوا بأمان، يريدون أن يعيشوا بمنطقة يرون نفسهم آمنين فيها، ولكن الدولة التركية لا تكف عن المجازر التي ترتكبها بحق هذه الشعوب. طبعا رأينا سابقا المجازر التي ارتكبت بحق شعب عفرين، والتغيير الديموغرافي الذي حصل في عفرين، وإلا إنما هي تستكمل مشروعها التغيير الديموغرافي وإلغاء اللغات والثقافات
والاعتماد على لغة وثقافة واحدة. طبعا دائما نحن على علم ونحن ندري ما يحصل حولنا، وإنما الدولة التركية تسعى لإعادة الأمجاد العثمانية في سوريا بشكل عام والريف الشمالي بشكل خاص، وأيضا رغم جميع هذه هذا القصف والانتهاكات التي تحصل بحق شعوبنا، إلا شعبنا صامد ومتواجد اتجاه ومواجه لجميع هذا القصف. وطبعا بعد هذا، بعد الإدارة الذاتية والوعي والمساندة التي تساندها للشعب ليبقى متواجدا في هذه المنطقة، ونرى نحن الإصرار من قبل شعبنا في عدم إخلاء هذه المنطقة. هو يريد أن تخلى هذه المنطقة من خلال القذائف التي يستهدفها على المدنيين لزرع الخوف وخلق الفتنة وزعزعة الأمان في المنطقة من خلال القذائف والانتهاكات التي تحصل يوميا على مناطق الشهباء. يريد إخلاء المنطقة لاستكمال المشروع العثماني، ولكن عبث، يعني يحاول دائما أن يضغط على هذا الشعب سواء من خلال الحروب أو القذائف التي يستهدف فيها المنطقة، إلا أن الشعب دائما يدا واحدة، قلبا واحد، قلبا واحد. لا يمكن يعني مهما حاول ومهما يعني أنه يستهدف بالقذائف، مهما حاول لن يستطيع الوصول إلى ما هو ساعي له، لأن شعبنا شعبا واعيا لما يحصل من حوله وواعيا لجميع الأمور. وهذه القذائف التي تستهدف المدنيين، نطالب المنظمات الحقوقية التي تدعي أنها حقوق الإنسان وقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء المتواجدين في مقاطعة الشهباء وفي الشمال السوري والشرق بشكل عام. يجب الوقوف على هذه الأمور لأنها تستهدف المدنيين، لا تستهدف شيئا آخر. علاء الزامن من مجلس الشهباء، ندين التهديدات التركية والقصف المتكرر على مناطق الشهباء منذ فترة قصيرة، محاولا لضرب ونزع الأمن والاستقرار التي شهدتها المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات، هادفا أردوغان من هذه المحاولة لدب الرعب بين الأهالي ولتشتيت الشعب ودب الرعب بين الأهالي عامة بما فيها أهالي الشهباء ومهجرين عفرين، ويستهدف في كل حين وآخر باستهداف المناطق الآمنة بالسكان هدفا منها إلى زعزعة الاستقرار. ولكن الشعب بحالة خوف وذعر شديد، كما تم في الليلة الماضية باستهداف قريتنا قرية حاسين بعدة قذائف. طبعا هذا الوقت هو بيكون يعني موسم حصاد، يعني يكون لضرب اقتصاد المنطقة، تخويف المنطقة، زعزعة الاستقرار فيها. ولكن نحن نطالب كل المنظمات الدولية بالوقوف ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، لوقفه عن هذه العمليات الإرهابية التي يستهدف فيها المناطق الأهلها بالسكان. إيمان توكو من مقاطعة شهباء في لجنة الصحة. طبعا نحن امبارحة شفنا الهجمات التركية المستمرة على مناطق الشهباء، خاصة امبارحة كان مستهدف القرى على الخط الجبهة، خاصة مثل وردية، حساجك، حاصين، هالقرى اللي كانت متواجدة على القرى الجبهة على خط الجبهة. سبب هذا القصف هو تهجير وتخويف السكان والشعوب الموجودة ضمن هذه المناطق، خاصة منطقة شهباء. ولكن عم نشوف طبعا هو هدفه كمان أن يسيطر على المناطق التي يديرها الإدارة الذاتية، التي تديرها الإدارة الذاتية الشعب الموجود فيها. الشعب الموجود ضمن مناطق الإدارة الذاتية وخاصة مناطق شهباء يوجد فيها كافة الشعوب، مثلا من عرب، ترك، سوريان، أشور، مهجرين، عفرين، الكرد. هذا الشيء طبعا عم بيخلي الترك يستفزز، اللي يشوف اني هون الشعب الموجود اللي هون عم بيعيش ضمن الأمان، ما عم بيخلي يعيش، دائما يصير حالة فوضى وعدم الاستقرار والأمان، يتسبب بتهجيرهم وتخويفهم. طبعا شفنا آخر شيء
شيء المناطق الدفاع المشروع، مقاومة رفاق الجريلا أمام الهجمات المستمرة على المناطق. هذا الشيء طبعا أضعف نفوذ القوات التركية، هذا هو سببه الأساسي والرئيسي للاستمرار بالهجمات على المناطق الإدارة الذاتية وعلى المناطق الشعباء التي دائما هي دائما نحن منقول منطقة شعباء هي محاصرة من كافة اتجاهاتها من أربع اتجاهاتها. ورغم ذلك أردوغان يستمر بالهجمات والاستمرار على الانتهاكات الشعب الموجود هون. طبعا ننادي ونناشد المنظمات الموجودة أن هذا يوقفوا هذا الانتهاكات اللي عم تستمر بحق شعبنا الموجود ضمن شعبة. بالنهاية كلياتنا شعب واحد، أمة واحدة، عم نعيش أخوة الشعوب، مشروع أمة ديمقراطية، وهذا الشيء عم بيخلي تستمر هجمات الاحتلال التركي على المناطق الموجودة.